خلينا متفقين ان الدراما السعودية واحدة من الأعمال الفنية اللي ليها شعبية كبيرة جدا، مش في مصر بس، في العالم العربي كله. يعني انا لما اروح اي بلد النهارده الاول، عشان بس كده يبتدوا ان هم يحسوا ان احنا يعني بنعرف نتكلم مصري، هم على طول مديني حته صعيدي على طول كده. فخلينا نقول برضو ان الدراما تحديدا عليها بقى النهارده عبء كبير قوي، لازم تكون اللهجه مظبوطه جدا، يكون الفنانين بيتكلموا صح قوي. والحقيقه ان موضوع اللهجه ده بيكون فيه يعني طبعا عناصر قوه للمسلسلات كتير، وفي للاسف مسلسلات ممكن تقع والناس ممكن تتريق لو في مشاكل في اللهجه، سواء بقى كان درامي او كوميدي. زي مثلا السنه دي كان معانا مسلسل الكبير قوي واللي كان مشرفنا 6 مواسم قبل كده، وعندنا افراح ابليس ابدع فيها الفنانين الحقيقه واساتذتنا في التمثيل عندنا في مصر في اللهجه الصعيدي بطلاقه، كانهم كانوا مولودين هناك. طب ده بقى والخلطه دي ممكن تحصل ازاي؟ بتحصل لما بيكون معاهم مصحح لهجه شاطر، مصحح لهجه في مصر في عندنا من الصعيد الجواني الاستاذ حسن القناوي. اهلا بيك يا استاذ حسن. اهلا بحضرتك يا استاذ. عايزك بقى تحكي لنا اكتر عن كواليس الاعمال الفنيه اللي شاركت فيها. وطبعا انت اخيرا كان الكبير قوي. تمام. ايه بقى حكايه الكبير قوي؟ والله هي حكايه كبيره برضو. برضو؟ والكبير تبقى حكايته كبيره. طبعا مفيش حد يعني في مصر اعتقد ما اتفرجش على المسلسل ده فعلا. بس كانت ايه الصعوبه بقى وانت بتدرب مثلا الفنانين ان هم بيتكلموا مثلا عادي زينا كده، وبعدين فجاه بقى ان هي اللهجه تبقى مظبوطه عشان ما حدش فعلا ينتقدهم في المسلسل او في التلفزيون؟ والله على بصفه خاصه مسلسل كبير قوي له يعني وضع خاص في الاعمال اللي انا اشتغلت فيها. انا يعني من اكثر من 20 سنه بشتغل مصحح لهجه، ولكن الكبير قوي بالذات كان لي يعني زي ما تقول ايه خصوصيه. ايه هي الخصوصيه دي؟ انهم هم اساسا فريق العمل كلهم متفقين مع بعضهم كلهم كده ان اللهجه الصعيدي عاوزينها تكون مظبوطه جدا. وده ليه؟ دي لسببين. السبب الاول انه في شخصيات اجنبيه في المسلسل تسمع كلامي، يعني جون يسمع كلام الكبير فقوم يستغرب على اللهجه بتاعتي الكبير، فلازم لهجه الكبير تكون مظبوطه. مظبوطه هو هيستغرب على ايه؟ ده منطق. بالظبط. المنطق الثاني كمان انه كل ما تكون انت مغرق في المحليه كل ما تديك اكتر انك انت تقدر تعمل زي ما تقولي الاختلاف في الشخصيات. فعلا. دي حقيقة. الحقيقه اللي بعد كده انه كمان فكره انه الكبير قوي عايزين يطلعوا كل ما موجود من الصعيد ويبرزوه للمسلسل بشكل حلو. فكره انه هو كوميدي ومختلف يعني وفي شخصيات كتير فعلا، وفكره انه هو كوميدي ادته طابع خاص واميز اكتر. فعلا. ايه هو؟ انك انت في الكوميديا يعني في قابليه انك انت تقدر تعمل ضحك. انت جاي عشان تضحك ومش تضحك على الصعايده، تضحك مع الصعايده. خدي بالك. صح. فانت فكره انك انت هتضحك هي الرساله، الضحك اساسا. فلكن في المسلسلات الاخرى او في الدراما يعني ذات المضمون الدرامي زي ما بيقولوا بيبقى في المشهد رساله لازم توصل. الرساله دي انا هوصلها، لازم اوصلها بكلام مفهوم لكل الناس. صح. بيبقى رسالتي ان انا اوصل الكلمه، لما اجيب كلام مغرق في المحليه ومحدش يفهمه الرساله بتاعت الدراما فشلت. بالظبط. هنا حتى لو كان الكلام مغرق في المحليه رغم انه الكبير بينتهز الفرصه ويفسر الكلام لجوني، فهو بيفسره مش لجوني، للاخرين، لكل الجنهات اللي في البلد. يعني في جنهات تانية كتير بتتفرج عليه. ايوه طبعا. واخده بالك انت؟ ايوه طبعا طبعا. في جنهات كتير بتتفرج. يعملوا لهم ايه؟ يخلي الكبير يشرح الجمله، فاحنا كده ضربنا عصفورين بحجر. عملنا المشهد وضحكنا الناس. وانا عملت هدف خاص لا بي. هو أيوة. عملت دوكيومنتري للصعيد بتاعنا. الله. نشرت الثقافه بتاعتي. بجيب الثقافه بتاعتنا وبجيب كلماتنا التي تكاد تندثر. صح. لان هم لما زي ايه بقى؟ عايزين نعرف كده كلمات يا ست كتير قوي. لا ما يعني هي حاجات قوي واحده منهم. لا ده قوي، دي عاديه، دي كلمه عاديه. لا قوي عاديه يعني زي مثلا جزره وقطمها جحش، دي موجوده. دي كلمه مرحوم ابوي. ده فاكرها بتاعت الكبير. لا ما هو الكبير لما جاء بيقول لها دي انا هقول الكلام دي انتهى. فقال لي هو من ذكاء الاستاذ مكي يعني كل شويه يقول لي ايه طب لو صعيدي في الموقف ده هيقول ايه، فاحنا نخلوها ايه زي ما بيقول يتقمص الدور. مظبوط. يتقمص الدور وعايز بشخصيته زي ما عامل شرب وزي ما عامل الامه وزي ما عامل الجلابيه. عاوز ياخد اللسان مش لساني انا، ده عاوز ياخد لسان ابوي وجدك ولسان جدي وجدي جدي. طب انت مثلت بقى في المسلسل السنه دي في مشهد بس كنت بتتكلم بلغه خاصه كده، ايه كانت ايه اللغه دي؟ والله موضوع اللغه الخاصه دي يعني هي ليها موقف يعني بسبب ان هو ظهر في المسلسل. ايه هو بقى؟ الموقف هو احنا كنا في بريك وانا اللهجه دي من حوالي 40 50 سنه لما انا كنت في ابتدائي انتشرت في مصر عموما. انتشرت فكره انك انت تحط ته نون
على الكلمه بين الكلمه بطريقه معينه كده. زي ايه بقى؟ ويبدو ان هو ده موضوع قديم خالص كده من ايام يعني من ايام المماليك وهو كده ايام ما كان في حد اللي هو الضرايب والاقطاع وده، كان في فكره انك انت عايز تتكلم بس المماليك ما يفهموش المصريين. فمن ذكاء المصريين انه يحطوا الت نون دي في الكلام، فقوم الراجل اللي هو مش مصري ما يفهمش قوي. فانتشرت لذلك حتى تجد ليها اثر في الدراما وفي الاذاعه، يعني تجد ليها اثر مثلا فيلم اليتيمتين لفاتن حمامه. تجد ان هي بتقول مشهد كامل بهذه الطريقه. طب احنا عايزين جمله يا استاذ حسن، جمله عاديه وحولها. ماشي. وكذلك برضو نجاح الموجي عمل بيها اغنيه كامله. ومين اللي لحنها له؟ لحنها له سيد حجاب وكامله. بيقول فيها سلات نمل العاري تنيس وسلات نمل العاري تونسي، في فيلم اسمه لهي بنفسي مع فاروق الفيشاوي. ده كانت اغنيه كامله. فانا كنت بتكلم باللهجه دي وانا في ابتدائي، معايا واحد صاحبي اسمه دي برضه من الصعيد. معايا واحد صاحبي اسمه رضوي، ده كان في ايه في ابتدائي معايا، هو الوحيد اللي قاعد محتفظ باللهجه دي وانا محتفظ بيها، بنكلم بعض لمده 40 50 سنه. عاملين شفره ومحدش فاهم بقى، عاملين شفره. ايوه يعني زي ما تقول ايه من قبيل التفكه يعني. اللي محدش هيفهمكم، انما مش لهجه يعني ايه للاستعلاء. طب احنا عايزين فعضية. جمله وترجمها لنا حضرتك. ماشي. ما بقول لك الموقف دلوقتي اللي حصل، ليه حطينا دي في الكبير؟ وفهمنا معنى الجمله دي عشان احنا مش فاهمينها. وفاهم حضرتك. ماشي. جار دي وده طبعا كل ما يكلمني انا بكلمه بالتليفونات، ما خليتش حد بعيد. ماشي. واحنا بنصوره في الكبير قوي، راح رن عليا مين؟ رضوي. الو ازاي تنيك يا حاتن حسن؟ ازيك يا حسن؟ قلت له واطنه ازاي تنيك رضيتني؟ ازيك انت ازاي تنيك؟ ازيك رضيتني؟ ايوه. عاتنامل كتنيف؟ عاتنامل كتنيف؟ عامل ايه وازاي؟ المهم اتكلمنا طبعا، واحنا بناخدوا البريك الاستاذ الجندي قاعد والاخراج والناس قاعده وما ناكلوا البريك. بصيت لقيت لك كل الناس راحت تتلفت كده وبصيت لك انت بتتكلم ايه؟ قال لك عم جناوي اتحول مره واحده اتقلب مش عارف ايه بتاع. المهم راح ايه جت سيره الموضوع ده، قلت لهم دي لهجه كذا 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 كذا، فجاء اقتراح ان احنا نعملوا بيها ايه مشهد الكبير ما يفهموش، ويبقى العمليه ايه تيجي من هنا. فراح عاملين المشهد اللي انا بتكلم فيه مع الكبير وبشتكيله من الحريم والحارس يعني صدفه تجيب. اصلا يا كبيت نير التات نار ولا العات نار يا كبيت نير؟ واخده بالك انت يعني؟ لا انا عايز ترجمه، عايز ترجمه. بصي كبير كبيت نير، العار تبقى العات نار. عات نار احنا بنحط تهنون. بنحط التاء والنون في نهايه كل كلمه. الله الله ينور عليك، يعني تحط التاء والنون وسط الكلام كده، ليها طريقه معينه يعني، هي بتحسيها حس يعني. المهم رحت ايه جاي بالطريقه دي، اكتشفت انه طبعا ايه الناس كلها يعني استغربت وقالت دي لهجه صعيديه. مش صعيدي طبعا، مش لهجه صعيديه، دي لهجه حاجه قديمه كانوا يعملوها حاجه في الصعيد. ايوه من قبيل التراث المصري. بس في الصعيد موجوده، في الصعيد موجوده في غير الصعيد كمان. يعني مش كل الصعايده بيفهموا اللغه دي؟ لا مش كل الصعايده، بقول لك يعني دي موجوده، بعض الناس كانت تعرفها عشان تهرب منين؟ لما من تكون حد غريب جنبك كده ما يفهمكيش وبتاع تهزر بيها وتقولي له مثلا عاوزين تنون روتنوح وبعيد تنين دعاتنا النو عشان انت ما تفهميش. انا ما فهمتش فعلا. اكلت نل من الاستاذ تنازل هات نايدي، قلت له فات نار احمد فات نايدي هات نايدي انا فهمت فات نار احمد فات ممشي هات نايدي هات نالس. طب خليني اقول لك حاجه يعني اسهل من كل ده. يعني هقول لك والله على فكره خرجت تلقائي. هتقولي دلوقتي مسلسل الكبير كان فيه وجوه جديده كتير، مين بقى اللي اتعلم بسهوله ومين كان اللغه الصعيديه بالنسبه له صعبه او بتلقلق شويه؟ طيب هم اصلا بتعلموها ولا انت بتبقى معاهم خطوه بخطوه بالنسبه للهجه الجديدة. يعني كيف اللهجه بتطلع لغايه ما تطلع على السطح يعني؟ ايوه اللهجه دي اول حاجه انك انت احنا لما قعدنا 5 سنين في الكبير قوي بيجي كل الكاست اللي معانا صعيدة اساسا. انت لو خدتي حد وقعدتيه 5 سنين في لندن ما هيتكلم انجليزي. هيتكلم انجليزي فعلا صح؟ قعد هم 5 سنين معايا الكبير قوي واحمد مكي وكل الكاست اللي معايا ده، خلاص بيجي ايه كانه مصحي لهجه معايا يعني. قبل انا ما هو لو غلط بيوقف وحده اوتوماتيك خلاص اتعلم فاهم بقى. فبقينا يعني عشري. الناس اللي جايه جديده برضو اتربت على الكبير قوي يعني الناس اللي جايه تمثل معانا دولك ليها 20 25 سنه لما عملنا الكبير قوي من 12 سنه كان سنها 10 12 سنه اتربت على الكبير وسمعته وحفظته، ولما جت اترشحت للعمل بقيت يعني مدمنه للكبير جايين عارفين هيقولوا ايه اساسا خلاص بقى. فيا دوبك انا بقول يا جماعه كذا كذا تمام كذا كذا تبقى كذا. ففي سهوله في الموضوع وفي حب كمان هم جايين بحب للحكايه وجايين بحماس ما التعلم بيبقى سهل وبسيط فانا دوري بيبقى بسيط جدا مع يعني في الكبير قوي ان انا اقدر اقول الكلمات الغريبه يعني احنا ممكن نحط كلمات على النص كمان الابداع جاي من كذا ناحيه صراحه يعني الابداع من اول الورق الناس المبدعين اللي في الورق بيحطوا ما انا دلوقتي ليله الورق ده احط حاجه في الهواء
جايبين لك مواقف تضحك اساسا وجايبه كوميديا وجايبه وهم متحمسين للموضوع. الاخراج والانتاج وكل الكاست زي ما تقولي حابب بعض في بعض كده يعني مجموعه. هو طالع الروح دي اصلا في المسلسل طالع. طب اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، الضحك اللي ما يضحكوه في الكبير قوي ورا الكاميرا كتير قوي غير اللي انتم بتشوفوه. ولو ما احنا لو استاذ الجندي استاذ مكي يعني لو ما ضحكناش في المشهد ما يطلعش شيء. يعني الحاجه اللي ما نضحكناش احنا مش هتضحكوا انتوا. اكيد بيعملوا اختبار يعني زي يقول معمل تحاليل، ما كانتش نتيجه تطلع ما يعتمدوهاش. طب مين بقى اكتر واحد اتقن كده اللهجه الصعيدي؟ كلمه اكتر واقل واطول واصغر واتخن وارفع يعني في فعل افعل التفضيل دي هتلاقيه صعب في الاجابه. انت بتقولي ايه اكتر واحد ايه؟ اتقن. اتقن هقولها كيف دي؟ يعني انت حط نفسك مطرحي يعني هحسبها ايه؟ طبعا حسن انا عندي سؤال، عندي سؤال بقى فضولي. هو النهارده انا في الصعيد في كذا لهجه، يعني صعيدي اسيوط غير انا غير سوهاج. دلوقتي الصعيد 1050 كيلو زي ما اتفقنا، 1050 كيلو من اول الجيزه لغايه اسوان اوكي سد العالم وطلع. ماشي، دول مش كل محافظه ليها لهجه، ولما اقول لهجه ما اقصدش لهجه كامله مختلفه، يعني ما تقوليش لهجه جنه غير لهجه سوهاج غير يعني. لهجه اسوان يعني غير لهجه اسوان هي اللهجه 90% او فوق ال 90% متفقين فيه اللي واحد. هي تعطيش الجيم دي اساسيات يعني ما فيش صعيدي يقول لك ايه مثلا يقول ايه قوي 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 لازم يقول قوي. دي طبعا القاف جوي. الهمزه اللي انت قلتيها دي انت قلتي قوي هي اساسا في اللغه ايه قوي هي قاف. فالقاف انتوا تقولوها هنا ايه؟ قوي. احنا عملناها الف كده، احنا نقوله قوي، جيم مش معطشه، قوي خلاص. طيب ايه تاني؟ الجيم اللي معطشه الاساسيه زي مثلا انتوا تقولوا جنيه. احنا نقوله جنيه ليه؟ لان هو اساسا في اللغه جيم معطشه، جيم اساسيه. طب هاجرس كان بيقول قوي بالجيم اصلا. لا هقول لحضرتك، لا وكان بيقول بالدال. هقول لحضرتك حضرتك عمل ايه؟ خلصنا من موضوع الجيم والقاف. القاف تبقى جيم مش معطشه، والجيم الاساسيه تبقى جيم معطشه زي جنيه زي المؤاخذه جديد كلمه جديد. لما تيجي تكلمي لي على ايه؟ على هجرس. هجرس دي بعض البلاد عندنا من اصول عربيه جايبين معاهم الدال. الدال دي جت منين؟ الدال دي اساسا قلب الجيم دال دي اساسا في اللغه العربيه لغه عربيه فصيحه. يعني في بعض ده موضوع. بص يا استاذه، عندك الجيم دي ست جيمات، ست جيمات في اللغه حيروا العالم، حيروا علماء اللغه. لما جي شخصيا بص اول حاجه نبداوا بالجيم اللي مش معطشه اللي هي جيم. جيم هي الجيم دي اساس اللغه العربيه، الجيم الاساسي جيم. اللي في اليمن وهي اساس الجيم. ماشي، يعني هتقولي لي هي الاساس وانتوا الجيم مش الاساس، الجيم معطشه. الجيم معطشه دي لهجه قريش، فلما نزل القران الكريم بلهجه قريش ادى انتشار اكتر للجيم اللي مش الجيم المعطشه. فبقت الجيم المعطشه تغلب الجيم الايه؟ الجيم اللي مش معطشه العادية. رغم ان دي لغه عربيه فصحى ودي لغة عربيه ايه؟ فصحى. يبقى ادي جيم وادي جيم. في جيم تاني يسموها الجيم المشمومه. ايه الجيم المشمومه؟ ايه بقى؟ اللي هي الشاميه يقول لك ايه؟ جهان. جهان برق كده جديد. طلعتي هوا ما بين سقف الحلق واللسان، طلعتي هوا اللي بتاعت الشوام فبقت مشمومه الجيم. في الجيم اللي تتقلب دال برضه لغه عربيه فصحى، يقول بدل الجيم دال. يعني احنا بدل ما نقول الجيش نقول الديش. الجيش يقول الديش، الجحش يقول الدحش، وقعوا الدحش. في الامارات اصلا بيشيلوا الجيم خالص. يلسه. لا في مش يلسه يلسه. في لغه ثانيه برضه لغه عربيه فصيحه برضه الزين الجيم يقلبوها زين. زي يقول مثلا ريال، يقول الريال على قولة رجال جزء من قبائل ليبيا يقولوا ريال، يقول الرجال هذا ريال. طب جزره لا في الخليج يقولوها ريال. يبقى الجيم خلي بات يه. لذلك بقول لك الجيم ده موضوع طويل. احنا في الصعيد الجيم دي معطشه اساسيه والقاف تتقلب جيم. الباقي ايه الاختلاف؟ عشان نرجع للسؤال بتاع الاستاذه هايدي، السؤال اللي حضرتك سالتيه. الاختلاف فين؟ الاختلاف في بعض المفردات وهدهدت بعض الكلمات. زي ايه مثلا؟ هدهدة. يعني زي ما تقولي مثلا، تقولي مثلا بدر، في ناس تقول بدر بدر بدر. بدر في ناس تقول مثلا قطر، في ناس تقول القطر، يقول قطر قطر. الفجل تقول فجل بدل فجل تقول فجل. خلاص، في عندنا مثلا بلد اسمها ايه؟ القمانه، تقول القمانه المياه. البقره على قولة البقره تقول البقره، وتقول لك النبغه. بس ده يقول لك ياد اربط البقره. لا والناس الكبار في سن متهيألي يعني واحد يقول له في الجمانه مثلا يقول له ياد اربط البقره في النبغه. اربط البقره في النبغه. بيني وبينه انا كان يا حماد ما فيش 10 12 كيلو. بس انا اقول البقره واقول النبغه. هو يقول البقره. هو ضمه. طب هي في اختلاف في زي كده، يعني في سوهاج يقولوا دلقيت، احنا نقولوا دلوق.
هم يقولوا عجول لك، احنا نقول بقول لك اما اقول لك. انت لو 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 قابلت حد مثلا من اسيوط ولا من المنيا في القاهره تعرفه؟ اعرفه من لسانه. طبعا تعرفه، اعرفه من لسانه طبعا. بقول لك وبقول لا مش حد يقول بقول لك. اول ما لو ما اتكلمش اعرفه من عمته، من العمة. لو ما اتكلمش اعرفه من عمته، لو نطق اعرفه من لسانه. ليها ربطه مختلفه يعني، في كل محافظه ليها ربطه وليها طريقه يعني. احنا مش عايشين في مصر، انا مش عارفه ايه ده. هذا هو الانثر زي ما بيقول انثروبولوجيا الصعيد. الله. الصعيد مليان ثقافات، مليان مليان. الصعيد الجواني بصفه خاصه، ما اتكلمش على الصعيد اللي جنب القاهره زي مثلا بني سويف جنب القاهره بتاع. ففي في نوع من التحضر، وفي برضو اسوان ولوكسور بفكره السياحه اديتهم انفتاح اكتر. انما لما تخش في النص بعد احنا 1000 كيلو، لما تخش 500 كيلو في نجا حمادي وابو تيشت وابو تيشت. انت من نجا حمادي يا عم حسن؟ من نجا حمادي يعني. استاذ حسن انا زعلانه قوي 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 ان الحلقه خلصت. وانا قوي 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 انا زعلانه قوي قوي قوي. بس يعني هزعل اكتر منك. محتاجين حلقه عشان نعرف اللغه السعوديه. انا كنت فاكره الموضوع مقتصر كده على لو هم ما شاء الله روحه حلوه وخفيف قوي ما شاء الله، دايما متالق وناجح يا عم حسن. احلى تحيه لاهل الصعيد اللي دمهم خفيف. قوي قوي حسن نورتنا قوي 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 قوي. الله يبارك في عمرك يا ست. كل فرصه طيبين حضرتك. طيب طبعا بزعل قوي لما بنوصل لاخر الحلقه عشان انا وهايدي مش عايزين نبطل رغي الكلام ونقول كل المعلومات اللي عندنا. بس ان شاء الله هنشوف بكره من 5 ل 7 في نفس الوقت. ما تنسوش تتفرجوا علينا. لو الحلقه فاتتكم اتفرجوا عليها على صفحتنا على السوشيال ميديا او على اليوتيوب اي تي سي تي في تشانل. توحشوني ونعرض لبكره.